البيوت أسرار، فماذا يحدث خلف الستائر؟ وللقلوب أقفال، فهل نفتح الأقفاص لتطير المشاعر؟ هذه حكاياتنا وحكاياتكم، نقدمها لكم بنكهات خيالية. فأهلا بكم على مائدة يوميات عائلية. يوميات عائلية. هلال الهلالي، رشا البلوشية، عصام الزجالي، عائشة البلوشية، إدريس النبهاني، جنان آل عيسى، زكريا البطاشي. التأليف الدرامي مهند العقوس. يوميات عائلية. إخراج حمد بن عامر الوردي. الخوف. مرحبا أستاذ نوال. أهلا بك أستاذ خوف. هل تعتقد أن الزيارة في غير مواعيدها تجاوز لقواعد الإتيكيت؟ ومتى كان الخوف يأتي بموعد؟ إنه ينقض على القلب كما ينقض أسد على فريسه. هل أفهم من كلامك أنك جئت لمهاجمتي وإخافتي؟ ومن يجرؤ على إخافتك يا أستاذ نوال وأنت صاحبة عزم شديد ورأي سديد؟ إذن ما الغاية من زيارتك المفاجئة هذه؟ في الحقيقة جئت باحثا عن عمل. أنا أعاني من البطالة وكأن الناس أقلعوا عن الخوف تماما. إذن أصبحت أسدا بلا أنياب ولا مخالب، وجئت إلى هنا باحثا عن فريسة تسيطر عليها يا خوف. ليس إلى هذه الدرجة، لكنني أحتاج أن أسكن بيتا وأخيف أهله. مرحبا بك أستاذ نوال. أهلا بك أستاذ انتصار. سنقيم مأدبة غداء يوم الجمعة القادم احتفالا بتفوق ناصر وروان، وأنت مدعوة، فنحن نعتبرك فردا من أفراد الأسرة. وأنا قبلت الدعوة أستاذ انتصار. حسنا، سنكون بانتظارك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. طيب أستأذنك بالذهاب أستاذ نوال. إذا وجدت لي عملا اتصلي بي. ها؟ لا عمل لك عندي أستاذ خوف، رافقتك السلامة. اذهب إلى غرفتك، فأنت عديم النفع. إذا كنت تراني عديم النفع فلا ترسلني إلى المتجر مجددا. وترد الجواب علي أيضا؟ استغفر الله يا أبا ناصر، ما القصة؟ لماذا تصرخ؟ القصة أن ابنك غريب الأطوار. ها؟ لماذا تقول ذلك؟ ماذا فعل ناصر؟ منذ أيام أتعمد إرساله إلى المتجر لأختبر نباهته، لكنه يسلك الطريق البعيد بدلا من الطريق المختصرة. طيب، وهل سألته لماذا يفعل ذلك؟ سألته مرات ومرات، لكنه يصمت كجدار أصم ولا يتفوه بكلمة واحدة. استهدي بالرحمن يا فريد، لا يجوز أن تعامل ابنك بهذه القسوة، إنه على أبواب المراهقة. مرحبا يا جميلة. عفوا، من المتصل؟ ألست أنت روان ذات الجدائن؟ من أنت؟ وماذا تريد؟ أنا فاعل خير، لقد وقعت صورك بين يدي بالصدفة. أي صور؟ سأقول لأبي. إذا قمت بأي تصرف أحمق سأنشر صورك في كل مكان. يجب أن نلتقي ونحل الأمر. أنت إنسان مريض. سأنتظرك غدا لنحل الأمر. يا إلهي، من هذا؟ وكيف وصل إلى صوري؟ يا رب، يا رب ساعدني. ماذا يتوجب علي أن أفعل الآن؟ أهلا بك أستاذ فريد.
أبارك لك تفوق ناصر وروان. هذا من لطفك أستاذ نوال، لكن فرحتنا لم تكتمل، وكأن عينا ما حسدتنا على فرحتنا هذه. لماذا تقول ذلك سيد فريد؟ خير، ماذا حدث؟ ناصر يتجنب السير في الطريق المختصرة، وكأن شبحا يتربص به هناك. هل حاولت فهم السبب؟ حاولت وفشلت. عذرا سيد فريد، سأرى من المتصل. ألو، عيادة الأستاذ نوال، من يتكلم؟ أنا الأستاذ خوف، كيف حالك أستاذ نوال؟ بخير، ماذا تريد؟ أحببت أن أبشرك بأنني وجدت عملا. طيب، لكن تذكر أن القليل من الخوف نافع وكثيره ضار. لا تتدخلي في عملي، فأنا لا أتدخل بعملك. وداعا. أين وصلنا بالحديث أستاذ فريد؟ حدثتك عن ناصر، وليت الأمر توقف عنده، بل روان أيضا خذلتنا. كيف؟ تخيلي أنها رفضت الذهاب لحفل التكريم في المدرسة، وضيعت علينا الفرحة بالتفوق. لابد من وجود أسباب قاهرة، سأتحقق من الأمر ونتكلم غدا على مأدبة الغداء، فأنا مدعوة. أم غيرتم رأيكم؟ البيت بيتك، سنكون بانتظارك. هيا أستاذ نوال، ناصر، روان، المائدة صارت جاهزة. أنا جلست مع ناصر وروان وتكلمت معهما. طبعا هما مخطئان لأنهما لم يفصحا عن الخوف الذي سيطر عليهما. ماذا؟ خوف؟ أي خوف؟ تكلم يا ناصر. بعض الفتية توعدوني بالانتقام مني لأنني تفوقت، كانوا يتربصون لي في الطريق المختصرة. طيب، لماذا لم تخبرني؟ كنت تصرفت. خشيت أن تحدث مشكلة أو أن أبدو جبانا في نظركم. سامحك الله يا بني ناصر، وماذا عنك يا روان؟ أنا كان لا شيء، لا شيء. تكلمي ولا تخافي يا روان. هناك متلصص سرق بيانات من هاتفي وهددني بنشرها. الوغد، لماذا لم تخبريني؟ اهدأ يا أستاذ فريد، أنت وانتصار شركاء بالخطأ. عندما تغيب لغة الحوار بين الأهل والأبناء تكثر هذه المشاكل. حصل خير، سنتصرف مع هؤلاء المتنمرين، لا تقلقوا. وماذا عني أنا؟ أين سأجد عملا؟ اذهب وابحث عن عمل بعيدا عنا، فوالله لا أحمين أولادي من كل خوف. أنت مطرود من العمل يا أستاذ خوف، ومن دون راتب تقاعد. البيوت أسرار، فماذا يحدث خلف الستائر؟ وللقلوب أقفال، فهل نفتح الأقفاص لتطير المشاعر؟ هذه حكاياتنا وحكاياتكم، نقدمها لكم بنكهات خيالية. فأهلا بكم على مائدة يوميات عائلية. يوميات عائلية. هلال الهلالي، رشا البلوشية، عصام الزجالي، عائشة البلوشية، إدريس النبهاني، جنان آل عيسى، زكريا البطاشي. التأليف الدرامي مهند العقوس. يوميات عائلية. إخراج حمد بن عامر الوردي.